يعني انا عايز اقول البركه في استاذ نصر محروس وشركه فير ميوزك، لان الحقيقه هم اصحاب الاختيار في كل الاغاني اللي قدمتها. انا لازم احيي بغني نصر فقط. محروس الحقيقه، راجل من طبعا المنتجين لا كل التحيه، المتميزين اللي انا بحترمهم جدا الحقيقه. يعني بعد بفضل ربنا سبحانه وتعالى طبعا ان استاذ نصر هو اللي بيختار كل حاجه، مصطفى شوقي بيغني بس، بنتشارك الاراء، الحاجه اللي مش عاجباني بقول له عليها، الحاجه اللي هو بيرشحها بيقول لي عليها، بس دايما يعني زي ما انتش قلوب كده، يعني ساهم وصايب في الاغاني اللي بيختارها انه يقدر يعمل شكل جديد موجود. فهو الحمد لله يعني قدرنا نعمل حاجه كويسه، نتمنى ان هي تكون بتعجب الناس يعني. حاسس ان النجوميه اتاخرت شويه؟ عادي مفيش مشكله يعني. عادي. طبعا كل حاجه في توقيتها بتبقى كويسه، ربما لو كانت الامور حصلت قبل كده ما كانش هيحصل اللي حصل دلوقتي يعني.